صباح الخير. الحرارة 6 درجات الحين عندكم طبعا ليل، لكن ناخذنا قهوة عربية إن شاء الله في البعثة الدائمة لدولة الكويت في نيويورك. نريح شوية ونكمل الجولة. شعور حلو الواحد يكون قريب على الوطن وهو بعيد، يعني في نيويورك عيش الأجواء الكويتية شوية مع الشباب، وأعطيكم جولة صغيرة. في المدخل هو معرض مسوينا دائما هني، لوحات قديمة للأمم المتحدة، وأهم صورة هني هي رفع علم دولة الكويت في الأمم المتحدة هني، هذه المراسم والصورة الأسود والأبيض. هني طبعا صورة صاحب سمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الحالي أثناء ما كان وزير الخارجية بإلقاء الخطاب في الأمم المتحدة، وهني صورة أثناء إعلان أن الكويت صارت الدولة والعضو 111 في الأمم المتحدة. وقسم من البعثة هني عندنا قسم الرسمي، الصالة الرسمية طبعا مصممة من 84، فالستايل كله اللي قاعد تشوفونه هذا من الثمانينات، يمكن ناس ما يعجبها الحين بس حلو وقتها. شوف شلون تفاصيل صايرة. أدري في بعضكم يقول قاعد بنيويورك صور الكويت، إيه ليش لا؟ أحلى شيء لما الواحد يكون بعيد قلنا لكم نرجع. هني طبعا الكراسي الخاصة، كان في زيارة لصاحب سمو الراحل الشيخ جابر الأحمد الله يرحمه، فكانت هني قعدته. طبعا تغيرت الغرفة، لكن هذه المنطقة اللي كان فيها الجلسة. جزء من الكويت، خلص قهوتنا على هالجو البارد الحلو ونكمل الجولة في نيويورك وبقية الأمور المعمارية إن شاء الله. خلصنا من الزيارة إن شاء الله، الحين نطلع إلى منطقة ثانية في نيويورك. اليوم ما عندي تغطيات، راح يكون تغطية إن شاء الله باكر أو اللي بعده على حسب الجو. راح نزور ان شاء الله مع الشباب مقر الامم المتحده، مبنى نغطيه، وراح ناخذ موعد نشوف شقه او عقار في واحد من الابراج العقاريه او المطورين المميزين في المدينه، وهو شخص من مطور الى رئيس امريكا، واحد من ابراج ترامب. راح نرتب هالزيارتين، راح نشوفونها ان شاء الله خلال اليومين الجايين.